بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أحييكم أبناء الطلاب مع مادة الحديث للصف الثالث المتوسط الفصل الدراسي الثاني، مراجعة للوحدة الرابعة والوحدة الخامسة. الوحدة الرابعة تتكلم عن مكانة المرأة في الإسلام. المرأة في الإسلام هي أم، وهي زوجة، وهي ابنة، وأخت، وعمة، وخالة. هؤلاء هن التي عند الرجل محرم لهن. استكلم إن شاء الله تعالى بالتفصيل عن كل واحدة أو كل صنف من هذه الأصناف، والمرأة بشكل عام. كانت الجاهلية الأولى بالمقارنة يتضح التمييز، فعندما تريد أن تبرز ما هو عمل الإسلام ومكانة المرأة في الإسلام، يجب الرجوع إلى الماضي. ما هي مكانة المرأة في الجاهلية حتى نتعلم ما هو التغير الذي حدث وأحدثه الإسلام وجعله للمرأة من ميزة كانت قد سلبتها الجاهلية لها. في الجاهلية الأولى كانت تحتقر المرأة، وكانت تسلبها حقها وتوقع الظلم بها، فكانوا لا يورثون المرأة، وكانوا يبعدونها عن المجالس، وكانوا بعض الجاهلية كانوا إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يعني احتقار للبنت واحتقار للنساء، ويعتبره عار، بل أن بعضهم وصل إلى أنه يدفنها وهي حية حتى لا يعلم أحد أنه قد جاءته مولودة. الحضارات الغربية المعاصرة أيضا نادت بحقوق المرأة بمفهوم يخالف الفطرة، بل إنه مفهوم جعلوها سلعة تستغل، وجعلوها في الدعايات، وجعلوها في المحلات لكي تجذب الزبائن وتجذب المشترين لهذه الأعمال أو لهذه البضائع. فلم يعتبروا المرأة مقدرة، إنما اعتبروها مثلها مثل باقي السلع. بذلك هم قوضوا بناء الأسرة، يعني هدموا الأسرة، وأفقدوا المرأة الدور الإيجابي الذي هي يعني يوافق فطرتها، وهو تربية الأبناء. جعلت منها عرضة للفتنة والافتتان عن طريق التبرج والسفور. أما الإسلام فقد جاء ليحافظ على مكانة المرأة، وقد شرع لها من أحكام، وحفظ لها الحقوق، وحفظ لها التوازن الاجتماعي التي تؤدي فيه المرأة دورها، وكذلك يؤدي الرجل دوره فيما يتوافق مع طبيعتهم وفطرتهم التي خلقوا من أجلها. عندما خلق الله عز وجل أبونا آدم عليه السلام، فقد خلقه من الطين مباشرة، ثم سواه بشرا سويا ونفخ فيه الروح. أما حواء فلم يخلقها الله عز وجل من الطين، إنما خلقها من جزء من آدم عليه السلام، وهو الضلع. والضلع هو القفص الصدري، الأضلاع هي القفص الصدري، خلقت من أحد هذه الأضلاع، وأحد هذه جزء من هذا القفص الصدري. فكان خلق البشر من هذين الأبوين آدم وحواء، كل منهما له صفات يختص بها، والحديثان التاليان يبينان هذا اختصاص. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. الحديث الأول فيما يخص باب العناية بالمرأة وعناية الإنسان بالمرأة، النبي صلى الله عليه وسلم حث وأوصانا بالنساء. قد أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بأوصايا كثيرة، أوصانا بالصلاة، وأوصانا بالبر، وأوصانا بأشياء كثيرة، منها أوصانا بالنساء. فقال: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، يعني يعتذر لهن صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام يقول: مهما فعلتم
بتقويم المرأة من ناحية يعني إصلاحها وإرشادها وتأنيبها و يعني تعليمها، فإنها بالنهاية خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في ضلع أعلاه، يعني أنها خلقتها وطبيعة خلقتها فيها إعوجاج، مهما يعني كانت من جودة واستقامة، إلا أن هناك شيئا فيه إعوجاج. فإن أردت أن تقيم هذا الإعوجاج وتجعلها على صراط مستقيم وتجعلها على النمط الذي تريده، فإنك قد تكسر هذا الضلع، وقد تكسر المرأة، وكسرها وطلاقها يعني أنك لن تستطيع أن تقيمها. فارض بها على ما فيها من خير، وارض بها على ما فيها من إعوجاج، محاولا الإصلاح ما استطعت، من دون أن تكون هناك في هذا الإصلاح تعنت أو تزمت أو شدة من هذا القبيل. وإن تركته لم يزل أعوجا، يعني إن تركتها ما زالت أعوجا. فاستوصوا بالنساء خيرا، يعني عاملوهن بالمعاملة الطيبة والخيرة والسوية. عبد الله بن عباس رضي الله عنه روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وقد ورد هذا الحديث سابقا في معرض كلامنا عن البر والإحسان للوالدين. فذكرنا أن أيضا الخيرية والعمل الإنسان في الخير منه العمل للأهل، وأحيانا الإنسان ينسى أن العمل الخيري، ويظن أن العمل الخيري لا يكون خارج الدار، من ناحية مثلا العمالة أو من ناحية المشاركة المجتمعية، وينسى أهله وينسى أولاده وينسى زوجته، ولا يعمل معهم أشياء تعينهم في أمور دنياهم أو أخراهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يلفت ويرشد إلى أن إن كان عندك يعني من طاقة إيجابية ومن عمل خير فلا تنسى أهلك. فأولى الناس بعملك الخير والإيجابي والإرشادي والمجتمعي هو أهلك، هم أهلك. والنبي صلى الله عليه وسلم هم قدوتنا عليه الصلاة والسلام في ذلك، فكان هو خيرنا لأهله. معنى كلمة استوصوا: اقبل الوصية في القيام بحقوقهن. ضلع أحد عظام الصدر كما ذكرنا، وكسرته جاء مفسرا في بعض الروايات أي طلقتها. من ما يستفاد من الحديث من معاني وإرشادات: الخلق الحسن هي صفة المؤمن وصفته وصفة من صفاته، وكما بينا أيضا أن المسلم كالغيث، أينما وقع نفع. فإحسانه يشمل القريب والبعيد، ومن أهل ومن جيران ومن أقارب ومن أصدقاء، وشره يقصر ويغيب، فلا يؤذي أهله ولا جيرانه ولا أقاربه ولا أصدقاءه ولا معارفه ولا غريب ولا قريب. فالمسلم صفته هي صفة الإحسان والبذل والعطاء والخير والحب، وأولى الناس بذلك هم الأهل. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالزوجة خيرا، وكرر الوصية بذلك إشارة إلى أهمية القيام بحقوقها وعدم استضعافها وإيقاع الظلم عليها، بل جعل الخيرية في حسن معاملة الزوجة، فقال: خيركم لأهل. فالإنسان إذا أراد أن يتصف بأنه إنسان مخير فليجعل خيره في أهله. من حقوق هذه الزوجة حسن التعامل معها، بأخذ المشورة وبالابتسامة وبالأخذ والعطاء بالكلام، أيضا الإنفاق عليها، وأيضا الصبر على أخطائها، وأيضا الدفاع عنها، وأيضا التزين والتجمل لها. من حكمة الله عز وجل في خلق المرأة أن جعلها ذات عاطفة وحنو وشفقة أكثر من الرجل، لتكون بذلك سكنا للرجل، وأكثر قدرة على تربية الأطفال والصبر عليهم. فطرتها
فطرتها تساعدها على أن تكون محضن لتربية الأطفال، لذلك يجب إعدادها لهذا الشأن العظيم. أيضا على الرجال أن يدركوا طبيعة المرأة ويتعاملوا معها ويعاملوها بلطف وتقدير واحترام لهذه المشاعر، فإنه يأتي بالدين الشيء الذي لا يأتي بالقوة. التعامل مع الزوجة بالجفاء والغلظة قد يجرح مشاعرها ويؤثر على عاطفتها ويكدر نفسيتها، مما قد يؤدي إلى هدم البيوت بالطلاق والفراق. لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم القدوة في حسن تعامله مع أهل بيته، فكان عليه الصلاة والسلام يسامر زوجاته، وربما سهر مع إحداهن ويسمع حديثها ويؤانسها، وإذا دخل بيته عليه الصلاة والسلام فإنه يكون في مهنة أهله، فيكنس الدار ويخصف النعل، يعني يخيط النعل المتقطع، ويساعد الأهل في شؤون البيت. الحديث الآخر يتكلم عن الأم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من حق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. من معاني الحديث وإرشاداته أن الوالدان هما أولى الناس بحسن الصحبة والعشرة، فكما أنه قد شرع أو من صفات المسلم أن يكون لطيفا وحسن المعشر وخيرا ومحسنا لجميع الناس، ثم قلنا أيضا أنه يجب أن يكون لأقربائه أكثر حسن معشر وخيرية لهم، فإن أولى الناس وأولى الأقارب وأولى البشر جميعا بحسن الصحبة والمعشر هم الوالدان، وأهم الوالدين هي الأم، على الخصوص لما لها من مكانة عظيمة ومنزلة كبيرة، فقد أعظم الإسلام حقها وقدمها في البر والإحسان على غيرها من جميع البشر. تكرر الأمر ببر الأم، وقدم على بر الأب مع حفظ حق الأب وحق بره، لكن لأن الأم كان لها من التعب والمعاناة في الحمل والولادة والرضاع والتربية والشيء كبير، فكان حقها سابقا لحق الأب بذلك. قد يتساهل بعض الناس ببر الأم أو يقصر في ذلك لضعفها، ضعف الأم، ولغلبتها لغلبة المسامحة لديها، فكان التأكيد هنا على لزوم برها وزيادة الأمر بذلك، فتجد الأم دائما لا تطلب من الابن مباشرة أو أنها تهاب الابن، وهذا يعتبر عند بعض أهل العلم أنه حقوق أن تهابك أمك، فيجب أن يعني تكون لينة الجانب وسمحا حتى تستطيع أمك تطلب منك ما تريد، بل أنك يجب عليك أن تبادر لها بما تراه من عينيها من طلب، فتساعدها وتعينها على أمور دنياها التي هي ضعفت ولم تستطع أن تقوم بها لوحدها. من صور بر الأم طاعتها في غير معصية الله، وأيضا الإنفاق عليها حتى ولو كانت غنية، فمن الجميل أن تطعمها من مالك، أيضا الإهداء لها، فكما أنك تفرح أولادك وزوجتك وتراضيهم، فكذلك الأم يجب أن من حقوق علينا على الابن أن يهدي لها ويفرحها بين فترة وفترة، أيضا مشورتها وتقديم رأيها على رأيك، خاصة وأنها يعني أكبر منك سنا وسنا وأعلم منك في أمور الحياة. الأب له حقه، إلا أن حق الأم مقدم، وحق الوالدين بالجملة الوالدان بالجملة حق مقدم على من سواهما من الأقارب. الحديث الأخير يتكلم عن الأخوات والبنات وفضلهن وفضل تربيتهن. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون لأحدكم ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة.
ثلاث بنات، التقييد بثلاث ليس بشرط، لأنه ورد حديث آخر بأنه اثنتان، أيضا ورد لو بنت واحدة فإنهما أو فإن هذه البنت أو الأخت تكون سببا لوقايتك من السقوط في جهنم عند عبورك للصراط. فيحسن إليهن، جاء الإحسان في بعض الروايات مفسرا يعني الصبر عليهن وإطعامهن وسقيهن والكساء وإلباسهن وإيواؤهن يعني إسكانهن بسكن ملائم، الرحمة بهن، الكفالة، التأديب الموزون، أيضا تزوجهن من الكفء، ويجمع هذا كله يسمى إحسان. فالإحسان شامل كبير، ويجب أن يكون صاحبه أو من لديه بنات أو خوات أن يكون رؤوفا بهن، رحيما بهن، عطوفا عليهن، مقدما حقهن على كثير من الأمور التي يراها مناسبة. معاني الحديث وإرشاداته: اعتنى الإسلام بالمرأة، سواء كانت هذه المرأة أم أو زوجة أو بنت أو أخت، وأنزلها مكانتها وأعطاها حقوقها وجعل لكل ميزته. كما أن الإسلام فصل بعموم عام النساء، ثم فصل بالأم، ثم فصل بالأخوات والبنات، هذا دليل على أهمية المرأة في الإسلام وعلى أهمية حفظهن ومراعاة حقوقهن. الاهتمام بالبنات والأخوات والإحسان إليهن ومحبتهن فيه فضل عظيم، وذلك عن طريق وذلك أنه أنهن هن طريق دخولك للجنة. فكلما أحسنت لهن المعاملة والإنفاق والكسوة والسكن والرحمة والصبر والتربية ثم التزويج بالزوج الطيب، فإن هذا سبيل لك إلى دخول جنتك، وهن مفاتيح لك لدخول جنة النعيم. العاقل يفرح بقدوم البنت ويسر بذلك، لأنهن مفتاح الجنة، ولا يفضل الذكور على الإناث في التربية والإحسان. فالجميع كلهم هبة من الله عز وجل. قال تعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. من آثار تقديم الذكور على الإناث في التربية والإحسان في عند بعض الرجال أو عند حتى بعض الأمهات أن يقع الظلم على البنات والأخوات، وقد يؤكل حقوقهن، وقد تنسى هذه البنت أو الأخت من العدل في العطاء. من صور الإحسان أيضا للبنات والأخوات التعامل معهن بأدب وحسن خلق، وتربيتهن على الستر والعفاف والنفقة عليهن. ومن صور الإحسان أيضا تعليمهن وأمور دينهن خاصة، ثم أمور الدنيا التي تقتات منها، أيضا الدفاع عنهن، وأيضا اختيار الزوج الصالح لهن. من شرط الإحسان أن يوافق الشرع على هذا العمل المحسن، أما ما خالف الشرع فلا يعد إحسان، بل من الإساءة والخيانة، مثل عدم تعليمهن أمور دينهن، أو التساهل في اللباس فيلبسهن ما ينافي العفة والحياء، أو البخل عليهن، أو تعنيفهن بالسباب والشتام. كل هذا ليس بإحسان. المحسان الموصل للجنة هو الإحسان المستمر، بأن تتم رعاية البنات أو الأخوات، ويستمر الإحسان لهن أبد الآبدين، حتى يلقى كل إنسان منكم ربه سبحانه وتعالى وهو راض عنه. الوحدة الخامسة: عناية الإسلام بالصحة. عناية الإسلام بالصحة من ناحيتين: الأمر بالتداوي وتحريم تعريض النفس للخطر وإهمالها، وأيضا من ناحية الحفاظ على خصال الفطرة التي هي معينة على السلامة وصحة الإنسان. المؤمن مأمور بعبادة الله وإقامة شرع الله والدعوة إليه،
والجهاد في سبيله وعمارة الأرض. وهذه المأمورات لا تتم إلا بسلامة بدن وقوة بدن. فالمؤمن يعتني بصحته وقوة بدنه. فالمؤمن القوي خير إلى الله وأحب، خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ذلك لأن صحته وقوته تمكنه من العبادة وتمكنه من القيام بأمور الدعوة والجهاد في سبيله وأمور إقامة شرع الله عز وجل وأمور عمارة الأرض وأمور الإحسان للناس وقيام بهذه الشريعة خير قيام. جعل الإسلام أيضا النفس أمانة من الأمانات التي اعتمد الإنسان عليها، فلا يجوز له تعريضها إلى ما فيه ضررها أو هلاكها. إذا أصيب بمرض أو جرح ونحوها فعليه السعي في شفائها عن طريق التداوي. وفي هذه الوحدة إن شاء الله تعالى سنتكلم عن عناية الإسلام بالصحة، سيتبين لنا مدى عناية الإسلام أيضا بالنفس البشرية وجعلها من ضرورات ضرورة من ضروريات الخمس، واهتمامه بما يبعده عنها الأمراض، وأيضا عناية الإسلام بالتداوي عند وقوع الأمراض. عافانا الله وإياكم من كل سوء وبلية. عبارة الوقاية خير من العلاج قاعدة تعرف عليها الأطباء والحكماء. الإسلام جاء مقررا هذه الحقيقة مطبقا لها في أحكامه وتشريعاته، فتجده على جانبين. الجانب الأول حرم ما يضر البدن والعقل ابتداء، ألا يقترب مما يضر عقله وبدنه. والأمر الآخر أمر بالعلاج والاستطباب إذا وقع المرض. الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. عن أسامة ابن شريك رضي الله عنه قال: قالت الأعراب: يا رسول الله، ألا نتداوى؟ قال: نعم يا عباد الله، تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء. أو قال: دواء، لم يضع داء إلا وضع له دواء، إلا داء واحدا. قال: يا رسول الله، وما هو؟ قال: الحرم. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هو جابر بن عبد الله بن عمر الأنصاري الخزرجي، أي أنصاري، أي أنه من أهل المدينة. شهد بيعة العقبة مع السبعين الذين شهدوا البيعة، وكان أصغرهم سنا. قال رضي الله عنه: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 17 غزوة، وقال: لم أشهد بدرا ولا أحدا، منعني أبي من أجل البقاء عند أخواتي، فلما قتل يوم أحد لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة قط. عن عمرو قال: سمعت جابرا قال: كنا يوم الحديبية أحد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، كان عددهم عد الجيش 1400، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم اليوم خير أهل الأرض. كان جابر منهم. وعنه قال: استغفر لي يا رسول الله. قال وعنه عن جابر نفسه قال أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر له، فقال: استغفر لي رسول الله ليلة البعير 25 مرة، فقال: اللهم اغفر لجابر، اللهم اغفر لجابر، اللهم اغفر لجابر. وكان له حلقة في المسجد النبوي حق التعليم يؤخذ عنه العلم، وكان مفتي المدينة في زمانه، وبلغ عدد أحاديثه التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم 1540 حديثا. مات رضي الله عنه سنة 78 الهجرة، وهو ابن 94 سنة، أي عمر 94 سنة. أما أسامة ابن شريك هو الصحابي أسامة الجليل أسامة بن شريك الثعلبي، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم بضعة أحاديث، وهو من سكن الكوفة، والكوفة مدينة في العراق. كل مسكر، كل ما أذهب العقل. المسكر الذي يذهب العقل مثل الخمر والمخدرات وغيرها. الحرم أي الشيخوخة، كبر السن.
ليس له علاج. من معاني الحديث وإرشاداته أن الإسلام اعتنى بالصحة فحرم كل ما يؤدي إلى إتلاف البدن أو إتلاف العقل، سواء إتلافا جزئيا أو إتلافا كليا، وحرم الدخول في هذا الشيء أو عدم التداوي منه أو عدم الإقلاع عنه. من أمثلة ما حرم وقاية للبدن تحريم الشريعة لتناول أو تناول ما فيه سم، أو تحريم أكل القاذورات، أو تحريم أكل أيضا تحريم أكل المحرمات مثل أكل الخنزير. من أمثلة ما حرم وقاية للعقل تحريمه للخمور والمسكرات أو المخدرات. المسكرات والمخدرات وما شابهها تعد من المحرمات المنتشرة والتي تفتك بالعقل وتضر به، ولها أضرار دينية وصحية ونفسية واجتماعية واقتصادية. من أضرارها ذهاب العقل والجنون. أيضا من أضرارها الاعتداء على المحارم، إما بالضرب أو غير الضرب. أيضا من أضرارها صرف الأموال فيما لا ينفع بل فيما يضر. وأيضا من أضرارها تعطل المتعاطي عن الإنتاجية والعمل. وأيضا من أضرارها قصور الإنسان عن طاعة الله عز وجل. توعد الله المتعاطي أو تعاطي المسكرات بعقوبة شديدة، وهي أنه يوم القيامة سيسقى من طينة الخبال، وكما ورد أن طينة الخبال هي عصارة أهل النار، دماؤهم وعرقهم وبصاقهم وكل شيء خارج من أهل النار، من جلودهم أو من أمعائهم أو من داخلهم باطنهم أو من ظاهرهم. هذه العصارة تسمى طينة الخبائث، سيسقى منها شارب الخمر. يدخل في تحريم شرب الخمر شرب شرب تحريم المسكر شرب الدخان. فشرب الدخان محرم، وإن كان لا يذهب بالعقل لكن ضرره على البدن كبير. فمن مضاره على البدن أنه يجعل الإنسان بمزاج صعب وعصبي، وكذلك أنه يضعف صحته ويجعل بدنه مكانا ومرتعا سهلا وخصبا للأمراض. كذلك من أضراره هذا الدخان يذهب بماله فيما لا فائدة به، ويحرق هذه الأموال بالنار. من عناية الإنسان بالصحة أنه أباح التداوي إذا وقع المرض، وذلك بالذهاب إلى من له علم بالطب وخواص العلاج. كما أن التداوي لا يتنافى مع التوكل على الله عز وجل، بل هو من أخذ الأسباب المشروعة. فلا يعتقد المرء أن هذا العلاج أو هذا الطبيب هو الشافي، بل الشافي لله عز وجل، وهؤلاء ما وضعوا إلا لأسباب. من رحمة الله بعباده أن جعل لكل داء دواء، ليفتح المجال لأهل الاختصاص في البحث والتجريب والتعلم، ويفتح الأمل أيضا والرجاء للمرضى بإمكانية أن هناك علاج لهذه الأمراض التي يظن أنها مستعصية. فنص النبي صلى الله عليه وسلم أن لكل داء دواء إلا الهرم، أي كبر السن. التداوي يكون بالأدوية المعنوية مثل قراءة القرآن والأدعية والأذكار الشرعية، فهي دواء وعلاج. ويكون كذلك بالأدوية المادية مثل العقاقير الطبية والأبر. في الختام نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية والسلامة والصحة والتوفيق والرشاد والسداد في القول والأعمال في الأقوال والأعمال، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.